من الأمن. أما حبيت نعرف حاجة معك لو تسمع أيمن الرابع نذكر زميلنا من قناة الوطنية الأولى, أنتم من بعد شنو اللي عملتوا؟ من بعد مشيتوا شكيتوا؟ بعد مشينا للمركز قلنا سمعونا في محاضر كمحاضر استماع كل واحد فينا قدمنا معناتها شكاية باش الأشخاص هذوما سمعوا الأطراف الأخرين اللي هما تعرضوا لنا عملوا لنا مكافحة قلنا اللي صار بالكل في المكافحة هما مقابليننا. واحد فيهم معناتها قال ايه صحيح راني خلطت عليهم وراني كذي وراني عنفت وكذي وكذي, معناتها قلنا نحن سيبوا يعني السيد معترف فكه وما سيد الأدلة هو الاعتراف يعني. تعليل مركز الشرطة شنو اللي قال علاش تم إخلاء سبيلهم؟ لا ما نعرفوش هكاك, خاطر هو المركز عمل معنا الإجراءات ويحيل الملف والمحاضر إلى وكيل الجمهورية. وكيل الجمهورية هو اللي وقف, خاطر البوليس ما يوقفش. في العادة ينجموا يطلبوا الإذن آنيا في بعض في بعض القضايا. هما فاكسيو المحاضر نتاعنا واتصلوا بوكيل الجمهورية, لكن سمعنا إنهم بعد معناتها روحوا لديارهم. وهذا الخطر الكبير اليوم, إذا أنت تحكي على هيبة الدولة وسيارة إدارية يتم التعرض لها وبركاش, انت تصور فكونا الكاميرا, تصور الكاميرات فكت, تحكي على هيبة الدولة. انا هيبة انا موظف في الدولة, علاش اليوم بوليس كي يتعرض لمواطن تمشي له فهمتني, المواطن يمشي ديريكت مو 6 شهور حبس هضم جانب موظف, وانا صحافي نخدم في الدولة هذه موظف في الدولة هذه ناكل تريحة وزميلي في السبيطار والسيد يروح في ريحة المسؤول.